دبي مازن العليوي الكاتب والمحلل السياسي. سيد مازن أهلا بك معنا، تتابع إذن فعاليات انطلاق هذا المؤتمر، بداية ماذا يمثل اليمنيين وأهمية ما قيل حتى الآن؟ المؤتمر يمثل اليمنيين مرحلة إنقاذ إن صح التعبير. اليمن في أزمة، الشعب اليمني في أزمة، أتت جائحة كورونا لتزيد الأزمة ضغوطا على هذا الشعب. بالتالي عندما يعقد مثل هذا المؤتمر، وإن كان العقد افتراضيا لكن هو كأنه حقيقي بالنتيجة، فالحالة هي حالة إنقاذ. هناك مأساة في اليمن الآن، مأساة على مستوى الصحة، على مستوى الغذاء، على مستوى التعليم، على مستوى الإعمار. الإشكاليات كبيرة هناك في اليمن، وبالتالي عندما يعقد مثل هذا المؤتمر الذي طبعا منطلقه في الرياض، فإن اليمنيين سوف يتنفسون الصعداء قليلا. الضغوط الحوثية الداخلية التي كانت تعطل كثيرا من الجهود الإغاثية، الآن سوف يكون الحوثيون في مأزق فعلا، لأنهم لن يستطيعوا التعطيل أمام هذا الكم من المشاركين. عندما تحدث عن 126 جهة، منها 60 دولة ومنظمات حكومية وغير حكومية، هذا العدد الهائل، 126 جهة مشاركة من أجل إنقاذ اليمن. سيد مازن، تريد أن تقول أن هذه الجهات المشاركة ستشكل ضامنا من أجل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يعني دلالة أن تستمر الدول العربية والخليجية في دعمها لليمنيين، أهمية ذلك وأيضا الدلالة كما أشرت. أعتقد ضمانة الوصول أولا هو وجود الأمم المتحدة. المؤتمر يعقد برعاية الأمم المتحدة، والأمين العام ألقى كلمة في المؤتمر. بالتالي الأمم المتحدة أصبحت هي المسؤول الأول والأخير عن ضمان وصول المساعدات إلى أهلها وترعاها، ولا أعتقد أن الحوثيين عفوا يجرؤون على مواجهة الأمم المتحدة، لأن ذلك سوف يكون له تبعات كثيرة عليهم. أما بالنسبة للدعم الخليجي والدعم العربي، فالدعم الخليجي موجود أصلا منذ بدء الأزمة اليمنية وما قبل الأزمة اليمنية، منذ بدء هذه الدول واليمن تقدم لها مساعدات من السعودية، من الإمارات، من الدول الخليجية الأخرى. أتت الأزمة فكانت المساعدات الإغاثية أكثر. الإمارات لم تقصر، السعودية لم تقصر، السعودية لوحدها قدمت أكثر من 16 مليار دولار لغاية الآن إلى اليمن. هذا الرقم رقم كبير طبعا. الحوثيون يرفضون وقف إطلاق النار، والحوثيون في نفس الوقت يعطلون الإغاثة، لكن هنا أمام زخم دولي كبير. 66 دولة يتحدث عن عدد هائل من الدول سوف تضغط كلها من أجل اليمن. أشكرك. المطلوب الآن هو التوافق اليمني، من طبعا عدد الحوثيين، التوافق اليمني لضمان وصول المساعدات إلى أهلها. أشكرك جزيل الشكر. من دبي مازن العليوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف.